طبعا الانسان في حياته اكيد يبي يمر مواقف كثيره محزنه مؤثره في حياته، وتتفاوت يعني اثر الحزن ومده الحزن، وقياسا الى علاقتك بالشخص، خلينا نقول مثلا فقدان بالشخص اللي فقدته. انا اذكر كان لي خال في سني اسمه عبد العزيز بن حمد، حتى زي اسمي عبد العزيز بن حمد الكثيري، وكان خال واخ وصديق وعزيز جدا، وانا وياه عايشين مع بعض. فيوم هو كان في الحريق وانا كنت في الرياض، كان يحب الحريق وانا في الرياض. فاذكر يوم من الايام كنت بالمناسبه كنت في بيت جدتي اللي هي امه. اتذكر دخل الوالد ودخل عمي توفي الله يرحمه ودخل خالي الكبير في وقت مع بعض دخلوا على جدتي في بيت جدتي، فكان واضح انه رساله سلبيه. وكان وقتها انا عمري يعني تقريبا حول 16 17 سنه، فدخلت وراهم على اعتبار انه في شيء يعني مؤلم. فطبعا كانت صدمه بالنسبه لي كبيره جدا جدا. هو الحزن اللي انا ارى انه اثر فيني كثير، جاء فيه حالات فقدان بعدها كثير في حياتي. طبيعي حياه الانسان يفقد عزيزين غاليين وناس عاش معهم والفهم، انما كانت حاله الوفاه هذه كانت بالنسبه لي صادمه ومؤثره. انا اقول لك يعني انا احتفظ ببعض الصور، اشوف صور كثير من الاحباء المتوفين، يعني اقول الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه وعنه. الصور اللي عندي لهذا الخال يعني عز الله يغفر له ويرحمه، يعني ما استطيع اني صراحه اشاهدها، لانه لا زالت يعني ذات تاثير علي كل ما اتذكر مواقف الطفوله وحياتي معه وطريقة يعني الخبر الصادم. فكانت الحقيقة موقف لازلت يعني حاضر في ذهني دائما، مزعج يعني على أنه مر فترة طويلة على وفاته، ولكن سبحان الله العظيم الشخص اللي ما استطعت أني أنساه أبدا، الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه وعنه.